السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في دروس الإعلاميات. أول حاجة شكرا للمتتبعين وخصوصا المتفاعلين، كنركز على المتفاعلين اللي كيتفاعلوا مع القناة، ما كيبخلوش لا بجيم لا بكومنتير لا بالتشجيع ديالهم. المهم شكرا شكرا جزيلا، وشكرا حتى الناس اللي كيشوفوا كيمروا هذاك ديك مرور الكرام، ما كيخليو لا جيم لا كومنتير لا والو. المهم اليوم ان شاء الله جيت عن كملوا الدرس ديال اللي قمنا به هذه دو سومين، ها هو جوج الاسابيع كان الدرس ديال بيبلي بوستاج، اذا باقي عاقلين قنات اللي كان ديك الرساله اللي موجهه وكنتمنى من بزاف ديال المشاهدين الجدد الناس، ان شاء ياك؟ دونك اللي بغى يشوف الفيديو اليوم خصو لابد يشوف هذا الفيديو هذا ديال وورد بيبلي بوستاج، حيت هذا الاستكمال ديالو. ديك الفيديو كنا خدمنا بليتر، اليوم غنشوف واحد الحاجه اسمها اتيكيت، يعني اختاروا لي زيتيكيت. دونك الهدف ديالنا هو نوصلوا لهادو، دابا مثلا هادي شي المهم كونسيبسيون، انتم اعملوا اللي بغيتوا، انا كنوريكم غير فكره، حيت اذا خدينا بقينا كنعدلوا لا كارت مزيونه وعوطه من هنا وعوطه من هنا، ما دي الوقت. دابا انا كنشرح لكم غير فكره، دابا الهدف ديالنا مثلا واحد مدرسه خاصها تخرج لي كارت، يعني لي كارت ديال لي زيتيون، تعطي لهم لي كارت ديال تعدلوا الكارتات ديالهم، غنخدموها باستعمال بيبلي بوستاج، واحد لوبسيون كاينه تماك اتيكيت، يعني كتعدل غير كونسيبسيون دي واحد كارطه، هو كيعدل لك الكراتي ديال ديك الناس كاملين، صافي ديك الساعه انت كتامبريميهم هيدا وكتقطعهم وصافي، كل واحد تعدلو الكارطه ديالو، يعني ما بقاش تضيع الوقت تعدل كل كارطه بوحديتها، صافي. دونك هذا الهدف اللي غنوصلو له اليوم، هي نخدمو الكارت دي باغ اكزومبل ديال بزاف ديال التلاميذ، صافي. دونك على بركه الله، دونك باش ننظمو الشغل ديالنا، دونك غنكليكي هنا باليمين في البيرو، غنعملو نوفو، غنعملو هنا دوسيي، ها هو الدوسيي، صافي غنعملو هنايا بيبلي بوستاج بارتي جوج، يعني إذا عملو نظمو الشغل ديالكم بارتي جوج، ياك؟ دونك هنا غنكليكي على الدوسيي جوج مرات، دونك أول حاجة غنكليكي هنا باليمين، غنعمل نوفو، صافي غنختار هنا فيشي دوكيمون وورد، ها هو دوكيمون مايكروسوفت وورد، هذا الدوكيمون الأولي، غيكون فيه موديل ديال الإتيكيت ديالنا، صافي غنسميه موديل إتيكيت. هذا هو اللي غنعملو فيه الكونسيبسيون ديال الاتيكيت ديالنا، غنفتحو عاود غنكليكي هنا باليمين في الخوا، غنعمل نوفو، غنختار هنا دوكيمون وورد، غنكتب هنايا الطابلو، هذا هو اللي غيكون فيه الباز دوني، يعني قاعدة بيان اللي فيه مزمي اللي فيه اللي غنخزنو فيهم المعلومات ديال الناس اللي غنعدلو لهم لي كارت ديالهم. شنو باقي خصني حاجة أخرى؟ يكون عندي هنا لي زيماج، لي زيماج يعني غنزلهم في هذا الدوسي هذا. دونك ليماج خصكم ساسوفي تسكانيوها، يعني مثلا كاين بروغرامات في التليفون، المهم ديك الساعة نخليها لكم في كومونتير، كاين بروغرامات في التليفون كتسكاني بها التصويرة داغية، ياك؟ وكيعطيها لك ديك الساعة انتينا تنزلها واش بغيتي جي بي جي ولا بي ان جي، انتينا كتختار لها الفورما اللي بغيتي. دابا انا باغ اكزومبل التصاور عندي ديجا عندي واجدين، دونك التصاور هما عندي هنايا، صافي دونك ها هما التصاور عندي من واحد حتى 11. دونك يعني نتوما ملي يكون عندكم تصاور وديك الشيء كوبيوهم في هذا الدوسي هذا، صافي هاو كولي، صافي. التصاور دابا شحال عندنا الحاجات، عندنا ثلاثة الحاجات، عندنا الموضي ديال الاتيكيت هذا اللي غنعملو فيه النموذج ديال الكارت ديالنا اللي نعطيوها للتلاميذ ولا للناس، دوكيمون اخر دو الوورد غنعملو فيه الطابلو هو اللي غنخزنو فيه المعلومات ديال الناس، وعندنا هنايا التصاور. المهم التصاور مورا ما تسكانيوهم حاولوا تحددوا لهم واحد الطاية محددة، دابا مثلا عندي هنا التصاور عندي لاطاي ديالهم شحال عندي هنايا 95 في 114، يعني 95 في العرض و 114 في الطول. دونك كاين هنا واحد الموقع انا غنخلي لكم في الرابط ديال الفيديو، هاد الموقع هذا كيمكنني نحدد لي طاي ديال التصاور باش يكونوا قد بعضهم، باش كارطة ما تجيناش واحد التصويرة كبيرة واحدة صغيرة. دونك كتدخل هاد الموقع هذا، هنا عندك تشوج ايماج كتكليك عليها، كتمشي تفتش على التصويره هاي اللي خصك تحول لها، يعني تحول لها لي طاي ديالها، صافي مثلا باغ اكزومبل هاد التصويره هادي، هنا كتحدد الويد، دابا عندي مثلا هنا 95 وعندي في الهاي 114، هذا هو القياس اللي خدمت به انا، صافي كنكليك على روسايز ايماج، صافي دابا كتروسايزها كتبدل لها لي طاي ديالها، صافي قال لك يور ايماج روسايز سكسيسيفلي، صافي كتكليكي هنا كليكي هير باش كتيليشارجيها، صافي هي تيليشارجات. دابا غنمشي هنا الدوسي ديك الموطع ديال تيليشارجمون، غنجبرها كاينه تماك تيليشارجمون، ها هي تكريات التصويره،
صافي دونك دابا هذه التصويره بديك ليكستونسيون لي شمن اكستونسيون اللي تنشوفو الاكستونسيون عامل لك هنا جي بي جي، يعني من هنا كيبان لك التيب ديكستونسيون، واذا بغيتي تقرب غير من هنا كيعطيك الطاي ديال التصويره. صافي ها الطاي ديال التصويره عاطي لك هنا افيشا لك 95 في 114. صافي ديك الساعه تسينا التصويره كليكي باليمين غونوميها وسميها مثلا واحد جي بي جي واحد، المهم غيكون كيتسمى واحد جوج ثلاثه اربعه وحنا ماشيين. صافي دونك بهذه الطريقه كنكونوا كنعوضوا التصاور. دابا انا التصاور عندي كاملين موجودين في هذا الدوسي هذا، ها هي واحد ها هي جوج ها هي ثلاثه اربعه خمسه سته حتى هنا. المهم اذا قربت هنا كيبان لك النوع ديال الطاي، هذه بي ان جي عندي، جوج عندي حتى هي جي بي جي، هذه بي ان جي هذه جي بي جي. صافي دونك هذه ثلاثه بي ان جي وحنا ماشيين. صافي دونك ليكستونسيون غنحتاجوها، يعني خصكم دابا قربوا غير هنا بلا سوغي هي كيبان لكم النوع ديال التصويره. دابا هذه التصويره مثلا اللي غنجي ندخلها في الطابلو غنقول واحد بوان بي ان جي، حيت النوع ديالها بي ان جي، هذه شنو نعمل؟ جوج بوان جي بي جي، حيت النوع ديالها جي بي جي، حنا ماشي. صافي دونك دابا قبل ما نبداو لي تيكيت نعمرو الطابلو ديالنا، نبداو بالطابلو. دونك غنفتح الطابلو طق طق. صافي دونك غنمشي هنا انسيرسيون، غنمشي هنا الطابلو، غنعمل هنا انسيري ان طابلو. دونك انا عارف بان فيها غيكون سبعه لي كولون، غنقول لكم علاش. و باغ اكزومبل حنا نعدلو 16 ديال الكارطات. صافي انا من هنا 16، يمكن لي مستقبلا نزيد. صافي 16 غنكليكي على اوكي. صافي دونك هنا غيكون عندي نيميرو ديال انسكريبسيون، هنا غيكون عندي لو نو ديال اللي غنعدلو لا كارت ديالو، يعني اما بروفيسور اما ستاجير ايتيديون لا سيكريتير. هنا غيكون عندي دات دو نيسونس. صافي نتسنى اونتري في الطابلو ما يجيش كبير. هنا يكون عندي باغ اكزومبل نيميرو ديال التليفون، هنا يكون عندي لا بروفيسيون، واش هو ستاجير واش هو هادي. باقي عندنا لادريس، وهنا يكون عندي ليماج. صافي انا نكتب لكم هنا ليان ديال ليماج، حيت ما كتكونش عندنا الايماج ولكن كيكون عندنا ليان ديال ايماج. سي بون. دابا هنا خصني ندخل لي زانفورماسيون ديالهم، هنا لي نون ديالهم، هنا دات دو نيسونس ديالهم، نيميرو التليفون، واش هما بروفيسيون واش هما ستاجير ولا ايتيديون ولا بروفيسور، لادريس ديالهم، وهذا اللي كيهمني هنا هو ليان ديليماج. دابا ليان ديليماج كاش غاتعمل؟ صافي دونك انا وريتكم الطريقه يا. دابا مثلا هنا كتشوف التصويره شنو ليكستونسيون ديالها والاسم ديالو، كتبقى تعمل واحد بوان جي بي جي جوج بوان بي ان جي على حسب التصويره اللي عندك. صافي دونك انا غنوقف الفيديو باش ندخل الطابلو نعمرو، وديك الساعات نرجع الفيديو باش الفيديو ما يجيش يطول. صافي دونك صافي ها هو الطابلو معوض. المهم تصور بغيتو تاكدوا منهم صافي دوك ديك الدوسي اللي قلت لكم دابا ها هو الدوسي ديالنا بيبلي بوستاج بارتي، ها هما التصاور. دونك مشيو هنا الافيشاج وعملوا هنا الديتاي. صافي هنا عيبان لكم الانواع ديال التصاور باش تجيكم ساهله احسن، ديك الطريقه اللي وريتكم الاوليه هما الانواع ديال التصاور. وصافي هنا خصهم يكون عندكم سمي، مثلا دابا هذه التصويره الاوليه واحد بي ان جي، دونك خصها يكون عندها هنايا واحد نقطه بي ان جي، هذه جوج جي بي جي، دونك غنجي هنا من جوج نقطة جي بي جي، دونك هذا هو اللين ديال التصوير. سي بون. دونك صافي ها هو الطابلو ديالنا معوض. صافي دونك غنعمل اونغوجيستري. صافي دابا شنو غنعمل؟ نقصوا. دابا خصني نرجع عندك الاتيكيت باش نعدلوها، ها هي الرسالة. صافي غنمشيو غنمشيو بيبلي بوستاج بحال الحصة اللي فاتت، الفيديو اللي فات ديماغي اسيستون. مرة أخرى الفيديو اللي فات كنا اخترنا ليتر، دابا شنو غنختارو هنايا؟ اختارو اتيكيت. نشوف واش كنسجل بعدا ولا لا. كنسجل. دونك اتيكيت غنختارو هنا اتيكيت، غنعملو هنايا سويفون. صافي هنا كيقول لي لي زوبسيون ديال اتيكيت ديالنا، غنضرب فيها. دونك هاد لا فونيتر هادي شني الدور ديالها؟ الدور ديالها هي كيعطيك تختار المقاسات ديال الكارت ديالك. الكارت ديالك شحال يكون عندها في الاوتور، في الاوتور يعني الطول، وفي لارجور يعني العرض. صافي دونك هنا كاين بزاف ديال النيميرو ديال ريفيرونس، على حسب نيميرو دو ريفيرونس كيعطيك الطاية. مثلا دابا إذا اخترت أنا هادي جي 4 792 عندها لوتور 2.96 سنتيم واللارجور فيها 0.35. صافي حنا هاديك كتخدم بها بزاف ستوندار هي هادي جي 47 94 عندها لوتور 0.35 سنتيم وعندها اللارجور 9.91. صافي هنا كيعطيك طاية الصفحة ديالك، عندك 21 سنتيم و 29.69. إذا جينا نشوفو طاية الصفحة عندنا هنا المساحة مسطرة لي بيضة من 0 حتى 16، يعني عندنا هنا 16 في البيوتية. الرمادية عندنا هنا 1 2 ونص 1 2 ونص، يعني 16 زائد 5 هي 21، وكيعطيك هنا 21 سنتيم. إذا بغينا نشوفوا الطول،
طول الصفحة البيوتية هذه غتجبر فيها 24.6. هنا عندك جوج ونص وهنا عندك جوج ونص، إذا جمعتيها تجي 29.69. دونك هذه هي طاية الصفحة. صافي دونك حنا غنكليكيو على أوكي. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بأن الصفحة قسم لنا، شفتي الصفحة قسم لنا؟ ها دابا إذا جيتي تشوفوا هنا عندكم هنايا ها 9 فاصلة ديك القياس اللي عطانا، وهنا 6 فاصلة. دونك ها هي صافي. شنو غنعمل؟ غنمشي ناقص الهوامش ميزون باج، غنمشي هنا لا مارش، نعملو غير واحد 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 واحد، مش كنقص ديك الهوامش. دابا أنا بقى لي في الشمال واحد، وهنايا في اليمين عندنا واحد، وفوقي عندنا واحد، وتحت واحد. صافي سي نسونطريو الطابلو، نمشي نجي في الوسط الباج. ها هي لاكوي سونطري. دابا هاد الكارطات هادو كيعطيهم لك على شكل كولونيس في الطابلو. دابا هذا كامل عندك طابلو، ها طابلو بحال طابلو. شحال فيه هنايا؟ هنا فيه جوج ديال الكولون، وشحال فيه ديال لين؟ فيه اربعة، يعني كيعطيك اربعة ديال الكارطات تعمل هنا. صافي. اذا كان عندك مثلا 8 د الناس يعطيك جوج صفحات مستقبلا، ساعتها يعطيك اذا كان عندك 8 د الناس يعطيك صفحة واحدة، اذا كان عندك 16 د الناس يعطيك جوج د الناس، يعني كل مرة ضرب 8 على حسب القياس اللي خدينا حنايا. صافي باش نعمل هنا، يعني من هنا سويفون. دونك هنا غنكليكي على باركوغيغ، غنمشي نختار الطابلو ديالي. دونك انا عندي منزل في البيرو، صافي عندي هنا بيبلي بوستاج بارتي جوج، ديك الدوسي اللي كلمنا مع بعضنا هو طابلو جوج، ها هما لي زانفورماسيون. صافي غنكليكي هنايا على اوكي. صافي دابا ما نمشي سويفون تنعوض لي تيكيت ديالي. صافي دونك غنضرب هنايا. دابا هنا كنخدم نموذج ديال الكارت ديالي، كنخدم غير نموذج واحد، موراها هو ديك النموذج اللي خدمت هنا يدوبلو لك في لي كاز اخرين. صافي دونك انا نعملو على شكل طابلو انسيرسيون. المهم نعمل نموذج عادي باش ما نطولش الفيديو، يمكن لك تعمل شي نموذج مزيوان وداكشي. انسيرسيون طابلو انسيري ان طابلو، نخدم بالطابلو. غنعمل هنايا باغ اكزومبل دو كولون، وهنا نعمل دو لين. صافي غنكليك على اوكي. صافي نحاول نجيبو الطابلو في الوسط. دونك غنضرب في هاد الخانة هادي في السيلول هادي، غنمشي هنا ميزون باج ونجيبو الطابلو في الوسط، ونسيليكسيوني الطابلو ونمشي لاكوي ونجيبو في الوسط. هاي يعني الوسط اوريزونتال وفيرتيكال. غنسيليكسيوني الطابلو كامل، غنسيليكسيوني الطابلو كامل، نمشي ميزون باج نحاولو نطولو الطول ديالو. صافي باغ اكزومبل نعمل هيدا التي انا عندي شي سطور ناقصين نزولهم، كنضرب هنا نمسح السطر وصافي. صافي نتي نشوف صافي باقي شي حاجه. صافي دونك نزيد نوسع. صافي هادي الموطا اللي يكون فيها التصويره، نزيد نوسعوها اكثر. صافي نحاولوا نقصوا حتى العرض شويه. صافي هيدا، صافي الطابلو ديجا هو في الوسط. صافي دابا نعدلو شي بوردور، غنسيليكسيوني الطابلو كامل البوردور كنعدلو. المهم هادشي كامل عندي في الفيديو اللي قبل، شنو هنا البوردور، بوردور اترام، نختارو لو شي اطار باغ اكزومبل هدا، ونعملو شي كولور باغ اكزومبل هدا، ونقصوها شوية. صافي صافي دونك نقصوا العرض شوية هنا. صافي هادي نمشي نجي مزيان. صافي دونك نحاولو نجيبو كتابة في الوسط د الطابلو. دونك غنسيليكسيوني هاد الخانات هادو، نجيب كتابة هنا في الوسط، وتا هاد الخانة هادي نعملو لها كتابة في الوسط. هادي لا، هادي غيكون عندنا كتابة في الوسط في الشمال، يعني نختار هادي، هادي في الوسط الشمال. صافي دونك دابا هنا غنزلو لا بروفيسيون. بروفيسور يعني واش هو ايتيديون ولا ستاجير ولا ديك الشيء ياك. دابا هنا شنو غنزل؟ تنعمل لكم هذا نعمرهم ديك من الطابلو. هنا يكون عندنا النيميرو ديال انسكريبسيون، هنا غنزلو ليماج يعني التصويره، وهنا غنزلو لو نو، هنا غنزلو دات دو نيسونس، هنا غنزلو نيميرو ديال التليفون، وهنا غنزلو لادريس. سي بون صافي هي نزول لانتيغلين وديك الشيء، حيت لانتيغلين دائما كيعمل مشاكل. دونك عندي هنا واحد لانتيغلين ها هو سوبريمي. سي بون دابا هادي هي لا كونسيبسيون ديالنا. صافي دونك دابا غنضرب انا لا بروفيسيون، غنمشي انا بيبلي بوستاج، غنمشي انا انسيري دو شون دو فيزيون. هادو شنو كيبانو؟ هادو العناوين اللي عندي في الطابلو. دونك شنو غنختار هنايا؟ بروفيسيون، مش كتعمر من الطابلو. هنايا غنجيبو انسيري شون دو فيزيون، غنختار نيميرو دانسكريبسيون. هنايا غنجيب لو نو، انسيري شون دو فيزيون غنختار لو نو. صافي من اونتخي. هنا نختارو دات دو نيسونس بحال من الفيديو اللي قبل،
date de naissance, entrée, on a un gibo numéro de téléphone, ah ouais. Entrée, on a un gibo l'adresse, ah ouais, l'adresse, entrée, ça. Donc, let's go شوية. Par exemple, هادو نعملو لهم طايا 16 نعملو 14 بركة. جيني نختار par exemple algérien. On جيني نا par exemple نختار شي couleur. صافي هما. و هادو نعملو لهم طايا 12. و par exemple نعملو هنايا بيل انت. صافي. سي بون. زيد دابا شنو باقي خصني؟ هنا الايماج. دابا هنا باش كنجيب ايماج امسح هادي. غنمشي لهنا انسيرسيون كنجيب هاد كويك بارت صافي هنا نختارو الشون نختارو هنايا نفتحو على انكلور ايماج انكلور ايماج غنجي هنا نسميها شي اسم بروفيزوار ايماج باغ اكزومبل غنكليكي على اوكي صافي دابا كيعطيني هنا لوبجي التصويره دابا شنو خصني هاد لوبجي هذا ديال التصويره خصني نربطو مع ديك الشومان اللي عملنا هنايا في الطابلو مع هذا اللي عندي هنا مسمي نسميه نسميو انا ليان ايماج باش تفهموني مزيان خصني ديك ليان يعني ديك التصويره تشارجا لي التصويره ديال هادي تسعود بي ان جي ملي نكون انا في الكارطه ديال حضري سعيد تبان لي التصويره تسعود بي ان جي ملي نكون انا مثلا في العصر هاجر تبان لي 10 جي بي جي فهمتي دونك خصني نربط ديك لوبجي مع هاد ليان هذا دونك اش كنعمل دونك كنضرب هاد التصويره هادي كنكليك على الت اف 9 الت اف 9 كاينه في كلافي الت اف 9 صافي دونك كتجري فحال هاد الكود هذا دونك دابا شنو غنجي هنا هنا عندي انكلود بيكتشر دابا هاد اللي كنت سميتو دابا عاد اللي ما بين هاد جوج تشريطات ما بين هاد جيومي نمسحو صافي فوز دي جيومي غنمشي هنا بيبلي بوستاج غنمشي هنا انسيري شون دو فيزيون وغنختارو ليان ايماج صافي ليان ايماج ومسحو هاد اللي كاينه هنايا دونك هادي غير مسحها صافي صافي ملي كنسالي كنرجع لنا الت اف 9 صافي مش كترجع كيما كانت سي بون دونك التصويره نصغروها شويه دونك غنمشي هنا نسليكسيوني هادي هادي لا تكون تصويره من بعد غنمشي هنا فورما نحاولوا نقصوا لا الطايه نعملوا مثلا لوتور 3 وهنا نعملوا جوج ونص صافي اذا كانوا كيمشيو مع بعضهم ضرب هاد السيم ستيتو زول هاد لي بروبورسيون صافي ها هي ماشي هنا كتحكم في التصويره كيما بغيتي دونك هنا نعملو 3 وهنا نعملو جوج ونص صافي هاي سي بون التصويره نجيبوها في الوسط حتى هي دونك صافي دابا ملي كنسالي دابا صافي انا عملت مثلا كونسيبسيون ديالي وديكشي ما ديك الساعه تزيدو بغيتو لي كولور وديكشي دابا نتوما عاد لو كونسيبسيون اللي بغيتو صافي باغ اكزومبل هيدا يمكن هنا التصويره هادي نعملها هيدا دابا ملي غنسالي هاتي هادي شحال عندهم سيليكسيونيها صافي دونك سيف دابا ملي غنسالي صافي كنعمل هنايا سويفون انا هنا في هاد التيجه سويفون انا غنعمل ميزاجور دو تو لي زيتيكيت شنو الدور هادي ميزاجور تو لي زيتيكيت يعني هاد الكونسيبسيون اللي عملتها في هاد لاكارت هادي كتابليكا في لي كارت اخرين دابا ملي غنضربنا ميزاجور تو لي زيتيكيت كتلاحظوا هي جات في لي كارت اخرين صافي دابا غنكملوا سويفون دابا شنو كتلاحظوا نتوما ها هنا كيبان لي الكارطه ديال حضري سعيد هنا كتبان لي العسري هاجر هنا كتبان لي فتوح نعيمه هنا العامري ولكن التصاور باقي ما كيبانوش ياك دونك شنو نعمل نكمل هنا سويفون غنضرب هنا تو انا هنا في هذا الموطع موديفي لي زيتيكيت انديفيدو شنو معنى موديفي لي زيتيكيت انديفيدو مش كيبانوا لي كاملين غنضرب فيها غنكليك على اوكي كينزاد لي واحد الدوكيمون اخر هذا دوكيمون اخر اتيكيت واحد شنو نعمل نحاول نسجلو في نفس الموطع غنضربنا اونغوجيستري ها هي غنمشي لهنا نبيغو غنمشي لديك الدوسي اللي سميتو بيبلي بوستاج بارتي جوج غنكليكي ها هي عقلوا عليها غنسميه هنايا اتيكيت فينال صافي غنكليكي على اونغوجيستري دابا شنو خصني نعمل خصني نعمل نسيليكسيوني تو ها هي كاينه انا سيليكسيوني تو ها هي سيليكسيوني تو وغنكليكي على اف 9 شنو الدور ديال اف 9 ماش كيتاكتواليزا مش يبانو لكم التصاور هنا صافي دونك دابا نكليك على اف 9 صافي دونك ملي كليكيت على اف 9 صافي هاهم كيبانو لي كارت صافي ها هما لي كارت ديال ديك اللي عدلنا لهم ها كل وحده بالتصويره ديالها
صاديك ساعه سا سوفي شنو تاع مت امبريميهم يعني مشي مثلا مطبعه ولا ديك امبريميهم مثلا اذا بغيتي في شي كرتونه ولا شي حاجه وديك الساعه كتقطع وكيقطع لك داكشي ولكن كيكونوا معدلين يعني ها هما بلي زيماج ديالهم وبكل شيء ديالهم صافي. مستقبلا اذا زدنا شي اسطوره في الطابلو ديالنا حيت هنا كانوا عندنا غير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كانوا عندنا هنا غير ثمانية يعني اذا بغيتي تزيد شي كارطات اخرين يمكن لك تزيد هنا غير سطر. هنجينا هنا باغ اكزومبل هنا نعمل اونتري ها هي نزيد هنا سطر شي معلومات شي واحد باغ اكزومبل نزيد وتفهموا ها صافي. انا نعمل هنا رقم 9 هنا مثلا نسميه الفتوح سعيده نزيد هنا غير ا صافي. هنا نخلي نفس المعلومات هنا نعمل اتيديون وهنا نختار له التصويره ديالو باغ اكزومبل بغيتي نشوف شي تصويره باقي ما استعملتها شي باقي ما استعملنا شي واحد جوج ثلاثة أربعة ما كايناش غنشوف التصويرة أربعة أربعة اتيديون ولكن أربعة ذكر واخا خليتي نعملو هنايا أحمد ونعملو هنايا أربعة جي بي جي صافي هاهي. بغيتي نشوفو جي بي جي بعدا ولا لا تصويرة أربعة النوع ديالها بي إن جي دونك نعمل هنايا بي إن جي بي إن جي نعمل أونغوجيستخي صافي. دابا ملي غنرجع لهنا نرجع لهاد الموديل داك الاولي موديل ديال اتيكيت هذا الاولي ياك شنو غنعملو غنعملو هنايا موديفي لي ليتر لي اتيكيت انديفيدويال صافي تو على من غنكليكي غنكليكي على اوكي صافي ها هو. ديك الساعه شنو خصنا نعدلو شنو خصنا نعدلو ديك الساعه قولوا لي باش نشوفكم عرفتو شنو غنعملو خصنا نسجلوه دونك غنعملو هنا اونغوجيستري غنسجلو في نفس الدوسي صافي. انا اكرازي ديك اتيكيت فينال اخرى حيت دابا انا عملت اتيكيت جديد ها هي اتيكيت فينال غنكليك على اونغوجيستري نعملو اتيكيت فينال ها هي صافي. انا اونغوجيستري كيقول لي رومبلاسي غنقولو اوكي. دابا شنو خصنا نعملو غنعملو سيليكسيوني تو ومنين غنعمل اف 9 يبانو ديك التصويره اللي زادت جديده ديال التلميذ الجديد دونك هاي نزادت دونك هادو التلاميذ اللي كانوا عندنا قبل وهاي نزادت باج اخرى هادو خاويين حيت ما كاينش شي تلاميذ باقي ما زدتش هادو فهمت دونك هاي داك الفتوح احمد اللي زدت هاي صافي كتنزاد اوتوماتيك صافي. دونك دابا نعمل هنا اونغوجيستري. دابا اذا بغينا نلخصوا هادشي شحال عندنا ديال شحال عندنا ديال لي دوكيمون بحال الحصه اللي فاتت بغيتي نشد هادشي كامل تفهمو انا افتح هاد الدوسي هذا بيبلي بوستاج بارتي ها هو. دونك عندي تصاور لي زيماج يعني دابا نتوما اذا نزاد شي تلميذ جديد ولا داكشي تسكانيو له التصويره ديالو وسجلوها في هذا الدوسي هذا في هذا الدوسي هذا. المهم نتوما بقاو تشوفوا الترقيم دابا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نتوما تزيدوا 12 13 14 حنا ماشيين صافي. ما تنساوش بان هذا هو الموقع اللي كنعوضوا به التصاور ياك باش التصاور يبقاو ماشيين قياس واحد. شحال عندي د الوردات هنايا عندي 3 هذا الطابلو جوج هذا هو اللي فيه المعلومات ديال الناس اللي كنعدلوا لهم لي كارت ديالهم. دابا نتوما اذا زاد شي تلميذ جديد تشوفوا الاخر هنايا في اخر هنا كاين واحد كيبان لكم هنا واحد ليسباس من اونتري كتزيد هنا وكتعمل لي زانفورماسيون كتكليكي على اونغوجيستري موراها فين كتمشي كتفتح هادي موديل اتيكيت هادي اللي عندنا قبيلات. اذا عطاك هاد الميساج شنو كنعملو كنعملو وي باش كيبقاو مربوطين مع بعضهم ياك. موراها فين غنمشيو غنمشيو بيبلي بوستاج ياك. اذا وقع شي تغيير واش دائما نمشيو لهاد ديماغي اسيستون ها هي هنايا ديك الساعه شنو كتعملوا هنايا كتعملوا هنايا سويفون سويفون ياك. موراها فين كنمشيو سويفون حتى كنوصلوا للمرحله الاخريه. هنا عندك موديفي لي زيتيكيت انديفيدويال كتكليكي على اوكي ديك الساعه شنو كتسمي كتسجل كتمشي نفس الدوسي يعني عندي في البيرو بيبلي بوستاج ها هو ايما بارتي جوج صافي. كتسيليكسيوني ديك اتيكيت فينال هادي كتاكرازيها ماشي الموديل اتيكيت فينال صافي. ديك الساعه كتكليكي على اونغوجيستري كيقول لك رومبلاسي اوكي. ديك الساعات شنو غتعمل؟ ملي عاد سيليكسيوني كلشي وغتعمل اف 9 غتجبر ديك الكارطه اللي نزادت جديده نزادت. دابا كيبان لي هنا يد ها فهمتوني يعني اللي نزاد جديد غتجبرو السطر ديالو تماك صافي هذا ما كان سي بون. المهم كنتمنى تكون وصلت الفكره. اللي عنده شي استفسار ولا ما فهمش شي حاجه ولا دي خلي لي كومونتير. المهم هذه كتحتاج بزاف باش كتمينيميزي الوقت ديال الخدمه ديالكم وكنتمنى منكم تكون وصلت الفكره. هو الدرس صعيب شويه توصلوا يعني الدرس صعيب شويه ثاني توصلوا في الفيديو يعني خصو يكون هيدا ياخذ مباشره. المهم كنتمنى تكون وصلت فكره واذا وصلتكم فكره خليوا لي كومونتير. اللهم يسر وموعدنا في الفيديو المقبل ان شاء الله.
راه باقي بزاف ما يتورى هاد الشيء. هذا بحر، الاعلاميات بحر بحر بحر، كل نهار تكتشف شي حاجه جديده. انا بيدي باقي كنقرا، انا بيدي باقي كنشوف فيديوهات الناس، وانا باقي بيدي كنتعلم. يعني بنادم عمره ما يقول تعلم كل شيء، يعني كل مره كيتعلم شي حاجه جديده. وانا بيدي متابع قنوات الناس وكنستافد منهم، وكنخلي لهم جيم، وكنخلي لهم كومونتير، وكنعمل لابوني، وكنأكتيفي الجرس، حيت عارف بان متصور فيديو ديك شي واحد الافور كبير بزاف. يلا اللهم يسر وبالتوفيق للجميع، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.